طبعا الغريب السنه دي كمان ان النادي الاهلي اتحسب له ضربتين جزاء بس، في انديه اتحسب لها 15 ضربه جزاء وفي انديه 14، يعني النادي المصري اتحسب له 15 ضربه جزاء، نادي الزمالك 14، الرقم القياسي مسجل باسم نادي الاسيوطي لما كان الاسيوطي سنه 2017 لما كان بيدربهم كابتن علي ماهر اتحسب لهم 18 ضربه جزاء، يعني في انديه قربت تكسر الرقم القياسي في عدد ضربات الجزاء. ايوه النادي الاهلي اتحسب له ضربتين جزاء بس، بالنسبه يعني عدد قليل، النادي الاهلي كمان بيروح على الجون كتير فطبيعي ان هو هيبقى عدد ضربات جزاءه كتير يعني. ايوه الحاجه الثانيه الحكم محمد عادل كنت بشوفه من سنتين كان من افضل الحكام في مصر، كنت تسمع اسم الحكم محمد عادل من سنتين تثق 100% ان المباراه خلاص. ايوه اخر سنتين الكيرف بتاعه وقع بكل صراحه. ما تعرفش بقى السبب ايه، اكيد هو يعني ادرى بس الكيرف بتاعه بقى عنده اخطاء تحكيميه كتير في اخر سنتين. فنتمنى خاصة ان المباراة الاولى ما بين الاهلي وبيراميدز كان لينا ضربتين جزاء الحكم جهاد جريشه ما رجعش فيهم يعني للفار خاصة. انا بالنسبة لي انت عارف يا احمد، انا بالنسبة لي ايه، انا بالنسبة لي طالما عندك الفار ما انا اريح نفسي ارجع وتأكد. للفار واتاكد صح. من الفار هي مش مسألة كرامة وبتاع لا انا مسألة يا جماعة ان انا ممكن انا بؤثر على العدالة. خلينا نتكلم عن مباراة الاهلي وبيراميدز، انت بتؤثر على مجموعة كبيرة جدا او 70 80 مليون اهلاوي بيشجعوا النادي الاهلي، بتؤثر على الحياة المزاجية بتاعتهم على شكلهم على كل على فرحتهم. وفي ملايين بتدفع على الفرقة بالظبط يعني كده، ده كمان غير الملايين وغير الكلام ده كل الناس كلها عارفة، ولكن فرحة الناس والناس وجمهور النادي الاهلي